السلام عليكم. الصيام ليس أن تبقى بلا طعام وشراب، فالصيام له فوائد عديدة. الصيام هو أحد أركان الدين الإسلامي ولمدة 30 يوم، يبدأ من أذان الفجر وحتى أذان المغرب. الصيام هو تقرب من الله عز وجل، ولكن عندما تعرفون فوائده ستندهشون حقا. قبل بدء الفيديو ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. هيا لنبدأ. التنحيف. أثبت العلم أن الصيام يساعدك في فقد الوزن عن طريق حرق الدهون الموجودة في الجسم أثناء الصيام. الرياضة مع المداومة على الصيام حتى بعيدا عن شهر رمضان هي مفيدة للتنحيف. سلامة الأنسولين. أثبتت الدراسات العلمية حتى الآن أن الصيام يساعد على اتزان معدل الأنسولين في الدم. فطبقا للأبحاث أثناء الصيام يرسل الجسم الجلوكوز من مكان إنتاجه للخلايا لتحويلها إلى طاقة. عملية الأيض. يساعد الصيام في التسريع من عملية الأيض، مما يجعل جسم الإنسان ينمو بشكل صحي، فهو يساعد على سرعة حرق الدهون، والصيام المستمر مفيد جدا لعملية الأيض. مد العمر. صدق أو لا تصدق، فهو يطيل العمر قليلا. الصيام يجعل الجسم سليما عموما، ويجعل العمليات داخل الجسم في اتزان دائم. هذا كله يقلل من إصابة الإنسان بالأمراض والتعرض لأزمات صحية. زيادة الوظائف الذهنية. أثبتت الدراسات العلمية أيضاً أن الصيام يرفع كفاءة عمل المخ، فهو يساعد على إفراز المواد الكيميائية من المخ ويقلل من الإصابة بالأمراض مثل الزهايمر. تطوير الجهاز المناعي. عند اتباع نظاماً غذائياً متوازن في فترة الصيام، فهو يساعد في تعزيز الجهاز المناعي وإزالة السموم من الجسم، يقلل من انتشار الخلايا السرطانية، ويقلل الالتهابات، ويقضي على الآفات، ويقلل من الإصابة بالأمراض، ويسرع عملية العلاج. ينظف الجلد ويقضي على حب الشباب. الصيام مفيد لجمال ونضارة الإنسان، فهو ينظف الجلد ويجعل البشرة صافية، ولأنه يعزز من التخلص من السموم الموجودة في الجسم. الفوائد النفسية. الصيام له فوائد نفسية أيضا، ويجعل روح الإنسان سليمة من الكره والحسد. وقال دكتور أوتو بيشينجر، وهو من أهم أساتذة القرن 21 عن الصيام، الصيام هو أهم علاج حيوي دون تدخل جراحي، وكان ينصح الكثير من المرضى بالصيام حتى يتعافوا. تطوير نظام التحكم. أهم الفوائد من الصيام هو القدرة على التحكم في الجوع والعطش، هذا ما تحاول تحقيقه بالتمارين الرياضية مثل اليوغا، ويساعد الصيام في زيادة نظام التحكم الذهني والجسدي. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة. We'll be right back.